للمزيد من هيوستن في تكساس تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي ريما أبو حمدية. أهلا بك ريما. صناديق الاقتراع من المتوقع أن تغلق خلال وقت قصير، من المتوقع أن يتم تمديد عملية الاقتراع؟ يعني بالفعل من المتوقع من المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع ومراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بعد أن فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا، ولكن كما يقول القانون هنا في تكساس طالما أن هناك أشخاص ما زالوا متواجدين في الصف بانتظار التصويت فسيصوتون حتى لو تجاوز الوقت الساعة السابعة. سأبتعد وأريكم العدد الكبير من الناخبين الذين ما زالوا متواجدين داخل في هذا الطابور أمام مركز انتخابي، يعني قد لا يمكن بسبب الظلام رؤية كل أولئك الذين وقفوا بهذا الطابور، ولكن يمتد لربما أكثر من كيلومتر حول البناية تماما كما رأينا خلال ساعات النهار. وطالما أنهم موجودون في الصف قبل الساعة السابعة فيمكن ويحق لهم التصويت وفق قانون الولاية. الناخبون هنا يقولون أن وجودهم هنا رغم أن لربما على المستوى الرئاسي دونالد ترامب للجمهوريين وبايدن للديمقراطيين قد تكون محسومة حتى قبل هذه الانتخابات، قبل بدء الانتخابات التمهيدية، ولكن يقولون أنهم يتواجدون هنا لتحقيق رسائل. أولا فيما يتعلق بالمواضيع التي يودون التأكيد عليها لدى المرشحين على مستويات مختلفة، على مستوى الولاية وعلى المستوى الفيدرالي فيما يتعلق بالمرشحين للكونغرس الأمريكي، ولكن أيضا يقولون أن لهذه الانتخابات أهمية خاصة بالنسبة إليهم، خاصة وأن المرشحين الاثنين نعم قد يكونا قد حسما في هذه الانتخابات، ولكن على المستويات الأخرى يمكن لتصويتهم أن يغير في موازين القوى. نحن في هيوستن، هيوستن تصوت عادة للديمقراطيين، ولكن هي واحدة من المدن الكثيرة في تكساس، وتكساس هي ولاية جمهورية وجمهورية بشكل كبير، ومع ذلك ديمقراطيون وجمهوريون طوال هذا اليوم توافدوا إلى مراكز الاقتراع المختلفة، أكثر من 500 مركز اقتراع فقط في هيوستن لاستقبال الناخبين الذين توافدوا إلى صناديق الاقتراع، إلى مراكز الاقتراع طوال هذا اليوم. وكما قلت هذه إشارة على أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للناخبين الأمريكيين الذين بدأوا منذ ساعات الصباح الباكر، مثل هذه الطوابير في مثل مراكز الاقتراع هذه كانت منذ ساعات الصباح الباكر، بعد أن تغلق صناديق الاقتراع هنا أبوابها بالساعة السابعة بالتوقيت المحلي ستبدأ عملية فرز الأصوات. بعد ساعة من ذلك تبدأ عملية ظهور النتائج الأولية. كما قلت المتوقع أن تذهب الأصوات الجمهورية في غالبيتها كما أشارت استطلاعات رأي مختلفة إلى دونالد ترامب، والأصوات الديمقراطية كما أشارت أيضا استطلاعات الرأي ستذهب إلى المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن. هذه العملية متواصلة طوال ساعات هذا اليوم، ومرة أخرى أهمية كبيرة يوليها الأمريكيون لهذه الانتخابات التي يقولون إنها حاسمة ليست فقط لتكساس ولكن لعموم الولايات المتحدة. طبعا مواضيع عديدة تؤثر على تصويت الناخبين الأمريكيين، في مقدمتها في تكساس الهجرة بسبب الحدود الأمريكية المكسيكية على طول ولاية تكساس، الحدود الجنوبية لولاية تكساس، وبالتالي هذا موضوع مهم جدا للأمريكيين في تكساس. إضافة إلى ذلك هناك قضايا أخرى مثل الاقتصاد والتضخم الذي يقولون أنه يلعب دورا كبيرا في تصويتهم بهذه الانتخابات. شكرا جزيلا لك ريما أبو حمدية مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من هيوستن في تكساس، وقد نقلت لنا الصورة من أمام مراكز الاقتراع.